يوسف الملقب أمير الدم من مواليد مدينة اليوسفية، فين عاش الطفولة ديالو مرحلة الشباب. كان شاب عادي قبل ما يلتزم وتشدد في الدين، قطع عن الدراسة في وقت مبكر، وكون عصابة إجرامية كتنفذ العمليات ديالها باسم الدين. احنا جنود الله عز وجل والخلفاء ديالو في الأرض، خصنا نطهروها من هاد الخبث ومن هاد المجرمين أعداء الملة وأعداء الإسلام. شكون هو يوسف؟ وشنو قصة هاد الشاب اللي كون واحدة من أخطر العصابات الإرهابية في تاريخ المغرب؟